عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. هنتكلم النهاردة عن العادات والتقاليد الفلبينية وخصوصا لمسلمين الفلبين. طبعا أنا النهاردة عايز الناس عندي في البيت، أو مش النهاردة عشان ما أكذبش عليكم، ما احنا في رمضان. أنا عزمت الناس عندي امبارح في البيت وأنا بعمل تسجيل دلوقتي للأحداث اللي حصلت امبارح في في العزومه دي. طبعا المسلمين هنا ليهم عادات وتقاليد كتيره قوي قوي قوي، ومنها يمكن اشياء ناس يعني حضرتها معايا وكانت سمع عليها، ومنها اشياء ناس لا تعلم عنها اي شيء خالص، حتى اللي قاعدين هنا في نفس البلد ما يعرفوش عنها حاجه من العادات والتقاليد. طيب انت عرفت منين يا عم محمد وبتفتي علينا؟ عرفت من ان انا خالطت كتير قوي من المسلمين. يمكن ناس كتير بتخالط مثلا مسلمين من مندناو، مسلمين من دافاو، مسلمين من كتباتو، مسلمين من كاجان دي اورو، من مانيلا، من ده. فكل طائفة من دول تختلف، مثلا الناس اللي هم بيكونوا من البنكسي مورو او المراوي او المورو ذات نفسهم، او من اي طائفة تانية من الموجودين. طبعا في هنا سنة وشيعة، وفي هنا حاجات كتيرة جدا يعني لا داعي لذكرها دلوقتي، لكن اللي انا بتكلم فيه من العادات والتقاليد في رمضان، ايه هي المتبع في رمضان. اولا هنا في الفلبين مفيش حاجة اسمها افطار صائم، يعني يمكن الناس بتنخدع من الحكاية دي ويقول لك افطار صائم. اللي بيعمل افطار الصائم بس العرب هنا، اللي بيعمل موضوع افطار صائم بس هنا العرب، لكن هنا الفلبينيين ما بيعملوش افطار صائم. مفيش حاجه عندهم اسمها افطار صائم ومائده رحمن والكلام الجميل اللي احنا بنعمله ده، لا 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 ما عندهمش الكلام ده. وزياده على كده لما بيجوا يفطروا مع بعض ما بيفطروش في جماعات، لا يعني الافطار الجماعي والكلام ده كله برضو مفيش هنا في الفلبين. الكلام ده بيكون مقتصر على الناس اللي هي بتكون العرب فقط، وخصوصا بالاخص المصريين والناس اللي هي متزوجين من فلبينيات، عرب متزوجين من فلبينيات. لكن ان الفلبيني ان هو يعمل مائدة رحمن او ان هو يعمل افطار صائم جماعي، لا مفيش الكلام دوت. ليه بقى حضرتك؟ لان لو كانت ناس، في ناس كانت حضرت شافت الفيديوهات اللي قبل كده، وكنت عملت في منطقة لاليبرتاد، كنت رحت على جبل كده عالي فوق، واللي حصل ان ده بقى من الحاجات اللي انا شفتها، ان هم بيفطروش، بيعملوا ايه؟ بياكلوا تمر، تمره او ثلاث تمرات او خمس تمرات بالفرديه يعني السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، ويشربوا كوبايه ميه ويصلوا المغرب، ينتظروا شويه يرتاحوا من كلها عصاير، يديك عصاير في عصاير في عصاير، وبعد كده يقوموا قايمين بصلاه العشاء، وبعد صلاه العشاء صلاه التراويح، وبعد صلاه التراويح يبتدوا يفطروا. لكن في باقي اليوم يعني باقي بعد الفطار ما بيعملوش حاجه خالص، يعني ما فيش بقى الافطار بتاعنا الجماعي والكلام ده كله، لا 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 خالص. فدي من ضمن الاشياء اللي موجوده في الفلبين. طبعا غالبيه الناس اللي انا قابلتهم في من المورو او من مراوي ليهم عادات وتقاليد تانية، ما عندهمش بقى موضوع التمر والكلام ده، عندهم بقى جريب فروت وعصاير، بقى تجيب اناناس وتفاح ويعملوه عصير تمام بعيد عن التمر. وده يمكن حتى يعني معروف بسبب ان التمر ما كانش متوفر في عهد القديم للمسلمين الموجودين قبل كده، ما كانش التمر متوفر، ما كانش فيه موجود تمر، فكانوا بيجيبوا من موجود في البلد، اللي هو زي الموز، زي الاناناس، التفاح، الكلام ده كله ده موجود في البلد عادي، فكانوا بيعملوا منه عصاير عشان يفطروا منه، وبناء عليه تمام ابتدت ان هي يعملوا الافطار ده بالنظام ده. طبعا الناس اللي بتكون موجوده من مراوي هي اللي بتعمل الحكايه ديت، ويمكن كانت برضو حصلت معايا في افطار صائم قبل كده، ان ناس رفضت ان هم يفطروا افطار جماعي وطلبوا مني ان انا اجيب لهم عصاير، و يعني عصاير وبس تمام، وكان قال لك انت شوف انت احنا كام واحد وتجيب لنا عصاير. طب يا جماعه الناس اللي هتفطر في البيوت دي، قال لك لا مالناش علاقه بيهم، يعني كل واحد على نفسه يعني. فطب ازاي يا جماعه؟ ده في ناس ما بيكونش عندها قوت يومها، يعني انا اجيب لكم عصاير وبعد كده مفيش فطار؟ قال لك لا هو ده نظامنا هنا.
فده من ضمن الاشياء المتبعه داخل الفلبين. وهنبتدي ان شاء الله، هبتدي بقى ان انا ناس جات لي واستقبلتهم، وبعد كده هنعمل الافطار. هوريكم بعض الاشياء وبعد كده نتكلم تاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا شايفين الاجواء اللي انا عاملها من زينة وبتاع، وعايش ان انا في مصر ومن زينة رمضان وشيخ محمد رفعت والحاجات اللي احنا بنشتاق ليها بالنسبة للمصريين بالذات اللي عايشين في الفلبين، بيشتاقوا للحاجات دي. انا عاملها وعامل جو هنا جميل جدا بالنسبة لي، يعني انا مستمتع بالحكاية دي قوي وعايش الدور ان انا عايش في مصر، فدي حاجة يعني احمد الله عليها. في بعد لما خلصنا بقى ابتدى الاذان، وبنفطر على تمرتين ثلاثه ونشرب عصير ونتوكل على الله على الصلاه. طبعا احنا هنصلي دلوقتي صلاه المغرب، المفروض ان احنا هنصلي صلاه المغرب، بعد كده هنبتدي الهجوم التتاري على الاكل. طبعا نظام الاكل هنا بيختلف تماما عن نظام الاكل في دولنا العربيه، هنا بيعتبروه زيه زي عيد الميلاد بالظبط. انت لما تيجي تعزم ناس على افطار صائم هنا بيعتبروه زيه زي عيد الميلاد بالظبط، اللي هو ايه، حضرتك ترابيزه محطوط فيها على الاكل، محطوط فيها الاكل، مفيش بقى كراسي وحضرتك تقعد او في سفره. طبعا في ناس بتقول لي طب ممكن تعمل سفره يعني زي مثلا موجود في الحرم في مكه في المدينه، عندنا حتى في مثلا لما كنت انا في الكويت كان نفس القصه، بيعملوا سفره وكنت شاركت الحمد لله في كذا كذا افطار صائم في الكويت، فبيعملوا سفره في الارض والكلام دوت. يعني لا، هنا ما فيش سفره، نادرا جدا لما حد بيعمل هنا سفره، وما بتلاقيهاش الا في اماكن قليله جدا زي زبوانجا، زي كتباتو، زي مثلا ممكن تلاقيها في دافاو، وما بيعملهاش الا عرب، وقليل جدا اللي بتتعمل موضوع الصفرة والعصاير والكلام ده كله، ده ما بتلاقيهوش هنا في الفلبين الا مع العرب والناس اللي اختلطت بالعرب قوي. لكن الفلبينيين العاديين المسلمين، لان تعداد المسلمين هنا بيتعدى فوق 30 مليون، تعداد العام هنا او الـ 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 الشكل العام هنا في الافطار ان هو هيلب يور سيلف، يا اما هيلب يور سيلف يا اما اطبخ يور سيلف في بيتك، يعني اعمل في بيتك وكل في بيتك. وحتى انا لاحظت كمان، شفت اسر هنا ان الاب والام ما بيفطروش مع الاولاد، يعني كله متفرق، يعني تلاقي الاب والام مثلا بيفطروا في شغلهم والعيال بيفطروا لوحدهم في البيت، شفت الحكايه دي كذا مره. فهنا في موضوع ان هم يجتمعوا على طاوله واحده او ترابيزه واحده او مكان واحد او سفره واحده، ما فيش الكلام ده الا نادرا جدا، ما تلاقيهوش الا باعجوبه. طبعا الحكايه دي شكلت ليها مشاكل كبير قبل كده، ان انت تجمع المسلمين مع بعضهم عشان يقعدوا زي عندنا كده، كان الموضوع صعب جدا ان انت تجمع الناس كلها وتيجي تقعد عشان تفطر. طبعا زي ما قلت الترابيزه كل واحد بياخد معاه
حاطين رصة اطباق وكل واحد بياخد. طبعا اللي شاف في لا ليبرتاد، لما كنت انا رحت لا ليبرتاد طبعا كانت الكمية كبيرة، يعني ما شاء الله فوق 250، فما فيش طاولة هتساع الاكل اللي هيتحط. وزيادة على كده مش انا اللي كنت بطبخ، هم اللي كانوا بيطبخوا. ففي برضو كان برضو شيء من ضمن العادات او من ضمن الاشياء اللي موجودة في الفلبين، ان ودي كانت سببت لي انا مشاكل كتيرة جدا، ان انت لما بتيجي تعمل افطار صائم لحد هنا من المسلمين ايا كان تعدادهم 150 200 300 500، هو ما بيجيلكش عندك. يعني المنظر اللي انتوا شفتوه ده او المنظر اللي انتوا هتشوفوه بعد شويه ده، يعني من الصعب جدا انه يحصل في الفلبين. طبعا الديك اللي شغال ده بسم الله ما شاء الله، يعني مش هتقني يعني. ف في الفلبين ان انت تعزم حد عندك في بيتك افراد يتعدوا فوق ال20 فرد او 30 فرد، الكلام ده يعتبر من المستحيلات. لكن لما تيجي تروح عندهم في مكانهم، تروح عندهم في المسجد بتاعهم، تروح عندهم في المنطقة بتاعتهم، بتروح عندهم ويعني لو تكرمت كمان تعمل انت الاكل وتطبخه وتقدمه لهم. لكن هو يعني يعمل هو الاكل، لا الموضوع صعب شويه ان هو يعمل الاكل. طبعا لما رحت لاليبرتاد فيها منطقه جبليه، يعني منطقه على جبل، فالموضوع صعب جدا ان انا اطبخ او حاجه زي كده، ومش هيقبلوا الطبيخ بتاعي لان انا هعمل اكل عربي زي اللي انا عامله دوت. اكل عربي فيه كتير اكل عربي، عامل مسقعه وعامل حاجات كتيره، فده كله ما بيصلحش ان انت تقدر تعمله في اماكن تانية. تمام. فده هي دي من ضمن المشاكل اللي موجودة في الفلبين، ان هم اولا لا يجتمعوا مع بعض الا بندرة، وما بيقبلوش الاكل العربي، بيقبلوا الاكل اللي هو بتاع مرناو، يعني بيحط فيه سبايسي وحاجات زي كده كتيرة قوي. وليهم طريقة زي الكالدريتا، ويعني في بعض الاكلات بيعملوها، بيعملوا اللحمة بالصلصة وحاجات زي كده، حاجات لذيذة وجميلة يعني، مش وحشة يعني. والحاجة الثالثة ان هم يعني انت لو تطوعت ان انت تجيب لهم الاكل جاهز مطبوخ يبقى انت كده كتر خيرك، لكن هم يجوا عندك في بيتك الموضوع بيكون صعب جدا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرح بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يحلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا،
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنا مسلمة. هاي ولو طبعا الحمد لله بعد لما خلصنا الافطار والناس تصلينا المغرب قعدنا نتسامر شوية ونضحك شوية ونهرج شوية. طبعا ده خارج العادات والتقاليد اللي موجودة هنا. هنا بيصلوا صلاة المغرب ويقعدوا يتسامروا وبعد كده يصلوا صلاة العشاء وبعد كده يصلوا صلاة التراويح وبعد كده يبتدوا ان هم يفطروا. ده العادات والتقاليد العامة على مستوى الفلبين كلها. طبعا زي ما قلت لك ان كان حد بيفطر على سفرة او اي شيء من العادات والتقاليد العربية فدي من الحالات النادرة. دي من الحالات النادرة جدا ان هي تحصل في الفلبين. يعني لو نقول تعداد الفلبينيين بيكونوا مثلا 30 مليون المسلمين، مليون اللي بيعمل الكلام ده، يعني اللي هو بيفطر على سفرة والكلام ده كله مليون، لكن 29 مليون بني ادم ما بيفطرش بالنظام بتاعنا العربي. طبعا احنا اتسامرنا وهرجنا وضحكنا وبعد كده صلينا صلاة العشاء وبعد كده هم توكلوا على الله، يعني روحوا لبيتهم عشان يصلوا صلاة التراويح. طبعا هم مثقلين، هم جايين من مشوار بعيد فمثقلين بالاكل، فما يعني ايه المشوار هيهد الاكل ده، تمام؟ فربنا يعينهم يا رب ان شاء الله. وكده حبيت ان انا اوصل بعض العادات والتقاليد اللي موجودة في الفلبين. طبعا انا كنت حبيت انوه عن حاجة، في ناس بتحب تيجي تتبرع هنا في الفلبين لافطار صائم، وناس بتكون جاهدة ان هي يعني بتتطوع ان هي تعمل حكاية بتاعت افطار الصائم.
الا ان زي ما انا قلت قبل كده في اول الفيديو ان في ناس هنا من الفلبينيين ما بيقبلوش الافطار، يعني هو فكرة الافطار عنده غير مقبولة نهائيا، هو عنده يشرب عصاير وبس. ففي ناس ممكن يحصل ما بينهم بعض مشاكل بسبب ان انا عايز اجيب لك مثلا لحوم، عايز اجيب لك اسماك، عايز اجيب لك كذا، وهو بيرفض تماما ان هو ياخد اللحوم او الاسماك، هو عايز عصاير، اديني عصير على قد ما تقدر لان انا مش هفطر، اديني بقى تمر والكلام ده كله. طبعا حكايه التمر دي غير منتشر قوي هنا، وكله بيجي من تبرعات من اخواتنا في السعوديه وفي الكويت واحبابنا في الخليج عامه، هم اللي بيبعتوا تبرعات لل التمر. طبعا في ناس كان بتجيب لي هنا يعني اصدقاء لزوجتي واصدقاء ليا يبعتوا لي تمر هنا، او كان بيبعتوا لي في سان كارلوس يبعتوا لي تمر بكراتين ونبتدي نوزع يعني. فدي من ضمن الاشياء اللي هنا بتحصل مشاكل عليها. فلو واحد قال لك والله المسلمين هنا ما بيفطروش الا عصاير، تمام يا عم انت ما عملتليش، انت ما جبتليش ليه يعني، اقول لك ايه انت، انا هتبرع بس تصور لي الحاجه، وبعد كده اقول لك والله العظيم انا مش هقدر اصور لك لان الناس هنا ما بتقبلش غير عصاير، يبقى انت نصاب وحرام. فاحسنوا الظن في الناس لان مش كل الناس هنا بتقبل باللحوم والعصاير باللحوم والاسماك والكلام ده كله، بيقبلوا عصاير بس. ويعني الموضوع صعب جدا بالنسبه لناس كتير في المتبرعين او اللي بيكونوا متطوعين للتبرع في الفلبين. فالموضوع فعلا بجد بيكون شبه ان الناس بترفض تماما. يمكن انا رحت قبل كده في برانجاي وكنت عايز اعمل يعني افطار صائم، الا ان هم رفضوا تماما ان كان البرانجاي او ان كان المسجد ذات نفسه، قال لك تجيب لنا عصايره بس يا عمي، اجيب لك عصاير، قال لك جيب لي عصايره بس، عصاير وبس، جيب فروت واناناس ومش عارف ايه وبتاع. فكانوا طالبين يعني اجيب لهم عصاير على مدى شهر كامل لمثلا 150 بني ادم. طبعا دي كانوا يقول عصاير هنا مكلفه جدا، وعايزين عصاير يعني فريش، مش عصاير بقى اللي هي التانك والكلام دوت، لا لا لا، عايزين عصاير فريش، فهتبقى مكلفه جدا. فقلت له نعم يعني الماديه لا تسمح، فانا اسف جدا، وتوجهت على برنجاي تاني قبلوا الموضوع وعادي مفيش مشكله. فاكون يعني النهارده وصلت لكم معلومه بسيطه كده عن العادات، بعض العادات والتقاليد في الفلبين لمسلمين الفلبين في رمضان. شكرا لكم جدا، ويا رب تكونوا استمتعتم، ويا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، تدعمونا في القناه وتزورونا على كل الروابط الموجوده في صندوق الوصف. ولاحبابنا اللي بينتسبوا في القناه يعني ادعمونا بالانتساب، اللي عايز ينتسب في القناه تدعمونا ماديا تنتسبوا للقناه. شكرا لكم جدا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم ومبارك عليكم الشهر.